في أسبوعها الرابع المعارضة الإيرانية تتحدث عن 400 قتيل في التظاهرات، والنظام يتوعد بمزيد من القمع. قبيل ساعات من تسلمه الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية، لبنان يعلن اختراق زورق إسرائيلي لمياهه الإقليمية. وزير الإعلام اليمني يتهم الحوثيين بتصعيد استهدافهم للمدنيين بشكل ممنهج، ويدعو لتقديم قادتهم لمحاكم دولية باعتبارهم مجرمي حرب. طب صباحكم مشاهدينا. للأسبوع الرابع تتواصل التظاهرات الغاضبة في إيران على الرغم من القمع والتهديد والوعيد الذي يمارسه النظام. وفيما أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن عدد القتلى في المظاهرات تخطى حاجز 400، هدد وزير الداخلية بأنه لن يتم الإفراج عن المعتقلين في الاحتجاجات حتى تتم محاكمتهم، مشيرا إلى أن المحاكمات ستتم بسرعة وستصدر بحقهم أحكام حازمة ورادعة. من جهته شدد القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي على دعم الجيش والحرس الثوري والبسيج والشرطة بعضهم البعض، واتهم أمريكا وإسرائيل بتأجيج الاحتجاجات مهددا بأن يوم الحساب سيأتي. به هفته 1401 من کمربنی آخر تاني آخر تنظم الجالية الإيرانية في فرنسا للأسبوع الرابع على التوالي تظاهرة حاشدة تضامناً مع الاحتجاجات في إيران وأيضاً مع قضية الشابة مهسا أميني. المرأة، الحياة والحرية شعار موحد يرفعه المتظاهرون في إيران وهنا أيضاً في باريس. ما ننتظره من الغرب أن يكون بجانب الشعب الإيراني ويعترف بوجود ثورة في إيران، هذا كل ما يطلبه الإيرانيون. نطالب الرئيس إيمانويل ماكرون أن يدعم فتح تحقيق دولي جدي في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب التي تحصل في إيران. هناك شبان وشابات يقتلون من قبل ميليشيا في إيران.
المشاركة الفرنسية في هذه التظاهرات لا تقتصر فقط على أهل السياسة، بل تمتد أيضا لتشمل نجوم الفن. يجب أن نكون هذه المرة إلى الجانب الصحيح من التاريخ وإلى جانب الشعب الإيراني. صدى التظاهرات في إيران يسمع جيدا هنا في باريس، وتقول الجالية الإيرانية في فرنسا أنها ستستمر في تحركاتها حتى تتحقق المطالب. فادي الدهوك، الحدث، باريس. أكدت الولايات المتحدة أنها تدعم حق الإيرانيين في إبداء الرأي والتجمع، وأن من حق النساء اختيار ملابسهن، وأن على إيران وقف قمع مواطنيها لدى ممارسة حقوقها. سنتابع العمل على محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوقهم بالتظاهر السلمي. سهلت الحكومة الأمريكية على الإيرانيين الاتصال عبر الإنترنت وتحاشي السيطرة الحكومية الإيرانية على الشبكة، كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على وزراء ومؤسسات حكومية منخرطة في قمع المتظاهرين. نتابع المحادثات مع الحلفاء والشركاء ليس فقط في المنطقة بل في العالم، وندعو إلى الشجب الكبير لقمع التظاهرات في إيران عن طريق العنف. شهدت إيران تظاهرات على مر السنوات، أشهرها تظاهرات العام 2009 اعتراضاً على التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية، وجاءت بعدها تظاهرات العامين 2017 والعام 2018 أيام الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن واشنطن التزمت دائما بمبدأ عدم التدخل. أندرو بيك عمل في إدارة ترامب خلال تلك الفترة. ترامب جاء إلى الحكم معارضا لتغيير النظام أو سقوطه، وهذا درس تعلمه مع كثير مما حدث في العراق. وهناك شبه إجماع في الولايات المتحدة على معارضة التدخل الأمريكي في شؤون إيران والعمل على تغيير النظام. هناك سؤالان، هل يجب أن نتدخل؟ لا. هل يجب أن نقف إلى جانب الشعب؟ نعم. هل الوقوف معهم يساعدهم؟ لا أعلم، ولكننا نشعر بالارتياح عندما نفعل ذلك. يبقى أن البديل عن التدخل الخارجي هو التصرف عن بعد، مثل إعلان المواقف وفرض العقوبات، وهي ناجعة في إزعاج النظام على أمل أن يغير من تصرفاته. هل يجب أن تفعل الولايات المتحدة أكثر؟ لا أدري بالتفاصيل ما يفعلون، لكنني لست في موقف يسمح لي بالقول إن عليهم أن يبذلوا مجهودا أكبر. السؤال هو كيف تستعمل هذه الشبكة الضخمة من العقوبات على إيران، من العقوبات النووية إلى الحرس الثوري، وتستعملها للتأثير على شرطي ما من الباسج؟ كيف تجعل هذا الشرطي بالذات يمتنع عن ضرب متظاهر محدد؟ في هذا تلتقي المواقف الرسمية والتاريخية للأمريكيين، فهي تعتبر أن الحركة الداخلية في إيران والوصول إلى الحقوق أو إلى أي تغيير في النظام سيكون شأنا داخليا لا ترافقه تدخلات خارجية وأمريكية بالذات. يرغم الحدث، واشنطن. في الشأن اللبناني، قال الجيش اللبناني إن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة في جنوب البلاد. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن قيادة الجيش قولها في بيان إنها تتابع موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. قالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها إن الرئيس ميشيل عون سيدرس الصيغة النهائية لاقتراح أموس هوكشتيان الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. يأتي ذلك بعدما بدأت شركة أنرجن للطاقة ضخ الغاز ضمن مرحلة الاختبار في وحدة الإنتاج العائمة في حقل غاز كاريش البحري. باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان أو بدونه، ماضية إسرائيل في إجراءاتها التقنية بوحدة إنرجين باور العائمة داخل حقل كاريش. تجري الشركة الفرنسية اليونانية المشغلة للحقل اختبارات ضخ الغاز بموجب اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية في أجواء مشحونة بين البلدين. يقع حقل كاريش في مياه البحر المتوسط بمنطقة الناقورة، تحديداً في منتصف الخط الفاصل الذي رسمه لبنان المسمى بخط 29. وتقدر احتياطات الغاز في حقل كاريش تريليوناً و300 مليار قدم مكعب.
حقل كاريش يواجه حقل قانا المتوقع أن يكون من نصيب لبنان، ويقع على الخط البحري 23 المحدد من قبل إسرائيل التي تطالب بتعويضات مالية مقابل وجوده في الجهة التي تقع جنوبي الخط، وهو ما يعترض عليه لبنان وفقا لوسائل إعلام محلية. خلاف آخر حول نقطة انطلاق خط ترسيم الحدود البحرية، وهي النقطة B1 والتي اعتمدها لبنان بخط 29 في البحر المتوسط. أما إسرائيل فرسمت مساراً بحرياً آخر يعطيها مساحة أكبر من المياه مطالبة باعتماده، وهو الخط 23 لتصبح مساحة المياه المتنازع عليها 860 كيلومترا. اتفاق معلق وخلافات تقنية تعكسها مسودة الاتفاق بوساطة أمريكية، لكن الوقت يعني الكثير لكل من لبنان وإسرائيل، خاصة مع اقتراب استحقاقات سياسية كالانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في نوفمبر المقبل، ومغادرة مرتقبة للرئيس اللبناني ميشيل عون من منصبه نهاية الشهر الجاري. علي السمان، الحدث. في الشأن اليمني، اتهم وزير الإعلام معمر الإرياني ميليشيا الحوثي بتصعيد استهدافها للمدنيين وقصف القرى الآهلة بالسكان بشكل ممنهج في عدة محافظات منذ انتهاء الهدنة. قال الإرياني عبر حسابه على تويتر إن ممارسات الحوثيين في محافظات تعز والحديدة والضالع ولحج منذ انتهاء الهدنة يأتي في ظل ما وصفه بأنه صمت دولي مستغرب وغير مبرر. وطلب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة الممارسات الحوثية وأعمال القتل والاستهداف الممنهج للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها من قيادات الجماعة في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. تشهد مدينة تعز اليمنية أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، ما جعل عشرات الأسر تلجأ إلى جلب الحطب لطهي الطعام. قالت مصادر إن أسباب هذه الأزمة راجع إلى احتكار نافذين ووكلاء لمادة الغاز المنزلي وبيعها في الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة. راح تحت الماما نحن صغار بريد الله تفتك بالحطب وقرح حاجة من الجاري. أدمي الجسد لأجل الحطب وتوقفت المحاولة في اجتياز أزمة الغاز فعادت جارحة، لكن عودة شقيقتها من المكان ذاته كان مؤلماً بفقدها أحد الأطراف بانفجار لغم حوثي بهما وهما تحاولان جلب الحطب من حي الدعوة شرقي المدينة. إحنا بالبيت يعني ما جاهز نبصنا للصلاة والغداء، بعدين ما مش معنا غاز، خرج البنات يعني دي لنا حطب عشان نصلحها غداء، وأمر الله قال إنه في سمعنا صوت انفجار. بعدنا شوية يندلونا قلنا البنات بناتك تعورين. لقى كثير من الأسر التي تعيش في خطوط التماس على البحث عن الحطب كبديل للغاز، لكن الميليشيات الحوثية تستهدفهم عن طريق القنص أو يذهبوا ضحية الألغام. سجلت كثير من المنظمات الحقوقية عددا كبيرا من الإصابات، لا سيما في أوساط النساء أو الشيوخ أو الأطفال، لا سيما في المناطق المحاذية لخطوط التماس مع الميليشيات الحوثية. يصف العشرات هنا بحثا عن الغاز المنزلي، أزمة باتت تهدد أكثر من 2 مليون نسمة في المدينة المحاصرة، ما اضطر عشرات الأسر إلى استخدام بقايا الأشجار كبديل عن الغاز في طهي الطعام. يرجعوا الناس إلى عهد الحطب، يدوروا الحطب، لكن احنا نسينا قبل يعني لا فترة ها يعني الحطب مثلا، لكن الآن أصبح الناس يدوروا الكراتين والحطب علشان يقودوا أولادهم بالغاز وينقذوا لهم لو في معهم طبيخ ولا حاجة. احنا أصحاب القوافي نعاني من أزمة الغاز. بالنسبة لنا بندنا بسبب أضربنا بسبب أزمة الغاز أن نشلها من عند الوكيل ب 7500 ريال، لكن بالسوق السوداء تطلع علينا ب 16000 ريال، لذلك ما احناش قادرين نوفر الغاز بهذه الإشكالية. الحصول على الغاز المنزلي في مدينة تعز بات أمرا مكلفا، سيما بعد أن وصل سعر الأسطوانة الواحدة إلى أكثر من 17000 ريال يمني في السوق السوداء، فيما مطاعم وأفران المدينة كانت قد هددت بالإضراب قبل أيام نتيجة نفاذ مادة الغاز. هائل سعيد، الحدث، تعز. أعلن رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن توقيع 11 اتفاقية مع فرنسا في مجالات منها الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا،
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قال إن الجانبين عقدا لقاءات إيجابية جدا وإن العمل متواصل للوصول بالعلاقات الثنائية إلى مصافي شراكة استراتيجية حقيقية، مشيرا إلى أنه تم وضع آليات جديدة لتذليل أي عقبات في العلاقات مع فرنسا. لقد كان للسادة والسيدات الوزراء من الجانبين لقاءات ثنائية ثرية جدا وإيجابية، تمت إحاطة اللجنة الحكومية بفحواها من أجل إثراء الأجندة الثنائية لنشاطات التعاون في الفترة المقبلة، لا سيما الاستحقاقات الثنائية القادمة لآليات التعاون الأخرى التي أكدنا على أهمية انتظامها. فعلى الصعيد السياسي سجلنا سويا بارتياح جودة الحوار السياسي بين بلدينا على كل المستويات وبالأخص بين رئيسي البلدين، والتوافق الكبير بشأن أهمية تعزيز التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكد ائتلاف دولة القانون في العراق أن مجلس النواب سيعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل. مدير المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون أوضح في تصريحات لشبكة رود الكردية أن المشاركين باجتماع ائتلاف إدارة الدولة توصلوا لاتفاق مبدئي على عقد جلسة البرلمان المرتقبة لاختيار رئيس الجمهورية. وفي مقابلة مع الحدث كشف نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخون عبد الله إلى أن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي يتعرض للتهديد بالسلاح من بعض القوى مطالبا بحصره في يد الدولة واتفاق القوى السياسية على ذلك. هناك مشاكل أمنية، خروقات أمنية، سلاح المنفلت اللي خارج منظومات الدفاعية والأمنية المعروفة دستوريا. هناك قوى لا تحسب حساب للدولة، اللي هو يستلم رواتب من الدولة ولكن لا يحسب حساب أي حساب للدولة لرئيسها. قد مرات قد يهدد رئيس الوزراء، وسمعناه وشفناه ولا يزال مستمر. لذلك هذا الملف ليس السيادة والبارتي، وإنما حتى الإطار أيضا متفقين على إنهاء هذا الملف وأن تكون أن تحصر السلاح بيد الدولة. ونعتقد أنه استقرار العملية السياسية القادمة أيضا مرهونة بعودة الأخوة التيار الصدري في المشاركة في العملية السياسية، وكنا نطمح بعودة نوابهم أيضا إلى مجلس النواب، لأن نعتقد بأنه بغياب 73 من نائب من الكتلة الصدرية هناك إخلال في التوازن داخل مجلس النواب، وأعمال مجلس النواب اليوم لم تكن لها أبعاد سياسية فيما يتعلق باستحقاقات الدستورية. يعتزم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وبعض أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 يعتزمون زيارة منطقة سبها خلال 48 ساعة المقبلة. ووفقا لما ذكرته منصة فواصل الليبية فإن حفتر سيجتمع مع قادة الكتائب العسكرية في الجنوب خلال زيارته لسبها، حيث سيبحث معهم خطوات توحيد المؤسسة العسكرية وآخر تطورات المشهد العسكري والسياسي. أما في السودان فقد نفى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو ما نشرته وسائل الإعلام عن وجود خلافات بينه وبين رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان وجهود وساطة لاحتوائها. نقلت وكالة السودان للأنباء عن دقلو قوله إنها ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، وقال إن مروجيها يهدفون إلى إثارة الرأي العام داعيا وسائل الإعلام إلى توخي المصداقية في نشر الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة. بعد توقف استمر لأربع سنوات بدأت الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين السودان ومصر في العاصمة الخرطوم. رئيس الجانب المصري في الهيئة عارف عبد المبدأ دعا لضرورة التوصل لاتفاق بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي لتحقيق ما وصفها بالفوائد المرجوة، كما شدد على ضرورة مواجهة التحديات المتعلقة بقضايا مياه النيل بما فيها حماية المنشآت المائية وتوفير الدعم المالي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة. من جانبه أكد رئيس الجانب السوداني مصطفى حسين أن الاجتماعات تأتي لإحياء أنشطة الهيئة بعد توقفها لمدة دامت أربع سنوات، وذلك لتحقيق المنفعة لمصر والسودان وتعزيز التعاون المشترك بينهما بما يحقق مصالح البلدين.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حادثة تفجير جسر القرم بالعمل الإرهابي، وحمل أوكرانيا مسؤولية التفجير. قال بوتين إن الهجوم على جسر القرم كان يستهدف البنية التحتية الروسية، والاستخبارات الأوكرانية هي المسؤولة عن الانفجار. من جهته قال رئيس لجنة التحقيق إن مخابرات أوكرانيا حصلت على مساعدة من روس وأجانب، والشاحنة التي انفجرت في جسر القرم مرت من بلغاريا العضو في الناتو وعدة دول في أوروبا الشرقية. تشتعل المعارك في المحور الشرقي من الأزمة الأوكرانية، حيث تتباين التصريحات بين الدفاع الروسية التي تقول أنها تصد هجمات أوكرانية، والجيش الأوكراني الذي يؤكد سيطرته على بلدات جديدة في لوغانسك في وقت تستمر فيه القوات الأوكرانية باقتحام مناطق في خيرسون وزابوروجيا، في وقت تشير فيه روسيا إلى تحييدها لمئات المقاتلين الأوكران في المحورين الشرقي والجنوبي وتدمير عشرات الآليات مع تقدمها في دونيسك. تستمر العمليات العسكرية في المثلث الناري والأكثر سخونة، حيث المعارك الضارية بين مقاطعات خاركيف دونيسك ولوغانسك. وبعد مطاردة القوات الأوكرانية للجيش الروسي الذي تمركز في مدينة كريمنايا أطراف مقاطعة لوغانسك، يحشد الجيش الأوكراني عشرات الآلاف من المقاتلين على أطراف مقاطعة لوغانسك من أجل السيطرة على مدينتي ليسيشانسك وسيفردونيتسك. ويتزامن ذلك مع تقدم قوات فاغنر الروسية في مدينة باخموت أطراف مقاطعة دونيتسك، ذلك بعد سيطرتهم على بلدات زايتسفا وفيسوليا دالينا وأطرادوفكا، مع دفع القوات الأوكرانية للانسحاب والتراجع ومطالبة أوكرانيا لمزيد من الأسلحة والذخيرة من الغرب. أما المحور الجنوبي حيث مقاطعتي خرسون وزبروجي فيشهد اقتحامات متكررة من القوات الأوكرانية التي سيطرت على بلدات ومدن أطراف المقاطعتين، وتدور معارك ضارية في بلدات بياتيخاتكي وسادو ويشينكا بعد الاقتحامات الأوكرانية، حيث تقول القوات الروسية أنها حيدت مئات المقاتلين الأوكرانيين وعشرات الآليات عن الخدمة. أما مقاطعة زبروجي المجاورة لخرسون فتشهد محاولات اختراق عديدة من منطقة كريفويروغ نحو المحطة النووية، بينما تؤكد روسيا تصديها لهذه العمليات وتكبيدها للجيش الأوكراني خسائر كبيرة بالعتاد والجنود. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر، أطراف دونيتسك. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قاد تدريبا لوحدة العمليات النووية التكتيكية في البلاد في الفترة من 25 من سبتمبر إلى 9 من أكتوبر. تعهد كيم بتعزيز عمليات بلاده العسكرية، مشيرا إلى عدم حاجة البلاد إلى إجراء حوار مع العدو. أفادت وسائل إعلام صومالية بمقتل 90 عنصرا من حركة الشباب في عملية نفذها الجيش بمحافظة هيران وسط البلاد. وذكر التلفزيون الصومالي أن العملية العسكرية جرت في منطقة تابعة لمدينة بولي برودي في المحافظة. تأتي العملية بعد أن أعلن الجيش مقتل 14 عنصرا من حركة الشباب يوم السبت، بينهم قيادي بارز في محافظة شبيلي السفلى في جنوب البلاد. لقى 76 شخصا حتفهم عندما غرق قاربهم في ولاية أمبارا بجنوب شرق نيجيريا، وفق ما أعلن الرئيس النيجيري محمد بوخاري. وأعلن مكتب الرئاسة النيجيرية في بيان أن القارب الذي كان يقل 85 شخصا يعتقد أنه انقلب في أعقاب فيضانات شهدتها منطقة أوغبارو بولاية أمبارا. منسق الوكالة الوطنية لإدارة الأحوال الطارئة قال بدوره أن الارتفاع الشديد في منسوب المياه يصعب عملية البحث والإنقاذ، الأمر الذي دفع بالوكالة إلى طلب المساعدة من سلاح الجو النيجيري لتوفير مروحيات لاستخدامها في عملية الإنقاذ. دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.